من كان حسن العبادة محباً لله فليتمتع بهذا الموسم البهي السنين. من كان عبداً حكيماً فليدخل إلى فرح ربه مسروراً. من تحمل مشقة الصوم فلينل الآن الدينار. من عمل من الساعة الأولى فليأخذ اليوم أجرته الواجبة. من قدم بعد الثالثة فليعيد شاكرا. من واف بعد السادسة فلا يتردد، فإنه لا يطاله عقاب. من تخلف إلى التاسعة فليتقدم غير مرتاب. من لم يصل إلا في الحادي عشر فلا يخشى من إبطائه، فإن السيد سخي يقبل الأخير كالأول. يرحم الأخير ويكرم الأول، يعطي لذاك وينعم على هذا، يقبل الأعمال ويرتاح إلى النية، يقدر العدم عمل ويمتدح العزمة. ادخلوا إذن كلكم فرحا ربنا أيها الأولون والآخرون، خذوا أجركم أيها الأغنياء والفقراء، اجذلوا معا أيها الممسكون والمتوانون، كرموا هذا النار. ايها الذين صاموا والذين لم يصوموا، افرحوا اليوم. المائدة حافلة فتنعم كلكم، العجل سمين فلا يخرج أحد جائعا. تمتعوا كلكم بوليمة الإيمان، تمتعوا كلكم بوفرة الصلاة، لا يشكون أحد فقرا فقد ظهر الملكوت المشترى. لا يبكين أحد زلاته لأن الغفران أشرق من القبر. لا يخشين الموت أحد لأن موت المخلص حررنا. أخمد أنفاس الموت حين قبض الموت عليه، سبى الجحيم
العظيم الذي انحدرا إلى الجحيم. غاضها لما ذاقت جسده ذلك ما أدركه أشعيا سابقا فأعلن قائلا. اغتاظت الجحيم لما لقيتك أسفل، اغتاظت لأنها أبطلت، اغتاظت لأنه هزيا بها، اغتاظت لأنها أميتت، اغتاظت لأنها أبيدت، اغتاظت لأنها قيدا. تناولت جسدا فصادفت إلها، تناولت أرضا فلقيت سماء، تناولت ما رأت فسقطت بما لم ترى. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا جحيم؟ قام المسيح وأنت صرعت، قام المسيح والأباء سقطت، قام المسيح والملائكة جذلت، قام المسيح والحياة انتظم، قام المسيح ولم يبق في القبر ميت، لأن المسيح بقيامته من بين الأموات صار باكورة الراقدين، فله المجد والعزة إلى دهر الداهرين.